متتبعات ومتتبعي دوكالافانت كات، أسعد الله أوقاتكم مجددا في هذه الحلقات الثقافية التي نقدمها طيلة شهر رمضان المبارك، والتي نقدم فيها بعض الكتب التي نشجع القارئة والقارئة الكريمة على قراءتها، وكذلك إعلاء للشأن الثقافي ومساهمة منا في إعلاء الشغف الفني والثقافي والجمالي لدى القارئ والقارئة الكريمين. أقترح على حضراتكم في هذه الحلقة كاتبا وروائيا وشاعرا وأستاذا متمكنا ومتميزا، ذاع صيته ليس في المغرب فحسب بل في الوطن العربي، يجيد اللغتين العربية والفرنسية، يكتب بهما معا. أحدثكم اليوم عن الكاتب البنوري الأستاذ طاهر الكنيسي. الأستاذ طاهر الكنيسي مبدع يعشق الكلمة الراقية، ينماز بأسلوبه الإبداعي السامي ومعجمه الصديقي القوي، يعتبر نفسه عاشقا للقصيدة العربية والفرنسية معا، تشاكسه فيهرق دمع يراعه فوق نمارق من أرق، يتفيأ شوقه ويعد لها في القلب إيوانا، مزوشي يقبض على جمرة الشعر وينتشي باحتراء إهابه في دبكة بدوية دكالية، حتى وإن أضحى دخانا ورمادا يتحاشى الضوء النابح كي لا يخرق فطرته المسرودة من خجل. وعندما سئل عن الدوافع التي جاءت به إلى عالم الكتابة أجاب جواب فيلسوف، جواب كاتب كبير يعي ما يقول، فقال: لا يمكن لأي فكرة أن تشرق أو بدر أن تورق وتثمر بالاتكاء على عنصر واحد ووحيد. قد تكون دوافع الكتابة لا شعورية، لا أجزم بأنني أدركها. وأقترح على حضراتكم عملين من الأعمال الكثيرة التي أمتعن بها الكاتب والروائي والشاعر الطاهر الكنيسي. صنف الشعر أقترح عليكم بقايا شجون بليلة. صنف الرواية أقترح عليكم صاحبة الجائزة الأولى في مسابقة فارس الإبداع العربي، أقترح عليكم الهتماء، رواء عملين كبيرين متميزين. أكيد أيها القارئ الكريم، أيتها القارئة الكريمة، ستستمتعون بهما حق المتعة، فإنهما يجمعان بين البلاغة والأسلوب الراقي والحبكة الفنية العالية التي، وكذلك أيضا هذا المعجم الصريحي الذي تتميز به كتابات الأستاذ الطاهر الكنيسي. يعني أشجعكم على قراءة هذين العملين، فمرة أخرى أكيد ستجدون فيهما ما يمتعكما، وما ستجدان فيه قمة الإبداع وقمة العطاء الفني والأدبي والجمالي. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة التي قدمت لكم فيها الأستاذ والكاتب والروائي طاهر الكنيسي وكذا عمليه، بقايا شجون بليلة عن الشعر والهتماء عن الرواية. ألتقي بحضراتكم في حلقة ثقافية مقبلة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.